تدفع الأزمات الاقتصادية والغذائية عددا كبيرا من سكان الدول ذات الاقتصاديات النامية والفقيرة إلى البحث عن فرص جديدة في مجتمعات أخرى أبرزها الوجهات الأوروبية، غير أن الضغوط في عالم ما بعد الجائحة وكذلك نمو الصراع الروسي الغربي تلقي بظلالها مرة بعد أخرى على ملف المهاجرين. وتتواكب الرغبة الأوروبية في تخفيف وتيرة استقبال المهاجرين مع نمو لافت لصعود تيارات يمينية تمكنت من نيل أغلبية في الحقائب الوزارية مثل ما حدث في إيطاليا والسويد وغيرهما. لكن وعلى الجانب الآخر تبدو الحكومات الأوروبية أمام خيارات متناقضة، فهي من ناحية تريد استقبال المهاجرين لتعزيز حيوية مجتمعاتها وبناء قوى عاملة تدعم اقتصادياتها، وفي المقابل تتخوف من الهجرة غير المنظمة. ووسط حاجة الاقتصاد وتخوف السياسيين تبرز مخاوف الجاليات العربية من عرقلة اندماج الشباب سواء من المهاجرين أو أبناء الجيل الثاني والثالث.